ومحمد أمين منى حاضر اليوم لتقديم فيلمه اللكمة. أهلا وسهلا بك. بنشكر الفنانين ومخرجين والصحفيين اللي حاضرين معنا، وبنشكر الفريق التقني والفني ديال دباج اللي حاضرين معنا اللي بيتفرجوا معنا. شكرا على بسبب قبل لكم الممثلين طريق البخاري اللي لعب لغة ديال مصطفى، ربيع قليب البخومي هو اللي لعب ربيع، وعبد الله لعب سيباستيان أوين، نسرين لعب نسرين، يبقاو سي ليكيب تكنيك علي بجلون في ماج، أمينة السعدي لا ديريكتريس ارتستيك. اوكي بالنسبه للفيلم ديالي سميتو دو بانش اللكمه، الي اون كومبيتيسيون في فيستيفال ديال طنجي. صراحه انا فرحان انه الفيلم ديالي اون كومبيتيسيون. وبالنسبه للفيلم تقريبا هذا هو العرض الاول ديالو، دونك كاين واحد شويه ديال لو تراك باسكو ما كاينش ماشي ديجا تعرض باش نعرف لو فيدباك من عند الناس كيفاش داير. دونك جو بونس كو الفيلم درناه من قلبنا، نتمنوا انه يوصل للقلب ديال الناس. دونك فوالا، دونك دو باج كيدوي على واحد لو جون اللي هو يا جون دي لاكون، زعما جونغ كيما كنقولوا شمكار كيكمي وهداك الشيء، بزاف ديال الحوايج كيديرهم خايبين في حياته، هو السبب ديال الاب ديالو في الموت، هو السبب ديال العائله ديالهم اللي تشردوا وهداك الشيء. دونك غيتلاقى مع واحد اونسيان بوكسور مصطفى اللي غيكتشفوا بانه يقدر يكون بطل، دونك غادي يعاونوا باش يولي بطل. دونك تقريبا هذا هو لو بيتش ديال الفيلم. دونك فوالا. هي تعيش حاصر وتموت مجهول، يطلع في المغرب وتولي شامبيون. كلشي بالخدمة كيميتو بالخير، انت حاجة مطول ما داروش بحالك كيحلموا غيشوفوك في باركو. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.